اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، ومعانا دكتورنا وعمنا دكتور حسن موافي. الطلبات عليك بتنهال بشكل يعني جميل جدا الحقيقه. ربنا يبارك لك ويحفظك. بيحبوا فيك حاجات كتيره. الله يحفظك. كل سنه وانت طيب وحضرتك بالصحه والسلامه. رمضان كريم وربنا يعود عليك وعلينا جميعا. يا رب يعود علينا الايام بخير ان شاء الله. يا استاذ محمود، في شهر رمضان الكريم في ناس بتتخن وفي ناس بتخس، يعني في ناس يقولك انا بس مستني رمضان هخس لي فيه 2 3 كيلو. وفي ناس بتبقى عندها مشكله كبيره جدا، خاصه انه بيضارب العيد في الكحك والحاجات دي كلها، فالناس بتشتكي من الحكايه دي. ازاي نتعامل معاها بعد رمضان؟ اللي بيخس خلاص تمام، بس نقدر نعرف طبيا ازاي الحكايه دي، وبعدين اللي بيزيد ازاي يتعامل معاه ان هو يقدر ينزل وزنه. انا اقول لحضرتك عشان الامراض بتاعتنا بتاع السكر والضغط والحاجات دي كلها. انا اقول لحضرتك كلام بس هيزعل ناس. مش قصدين مفيش مشكله. لا مش قصدين. المتدين اللي واخد رمضان على حقيقته هيخس هيخس، انما اللي واخد رمضان عزايم ومسلسلات وكل ما هو بعيد كل البعد عن روح رمضان هيتخن. هو قاعد وبعدين الاكل ما شاء الله تمام، والمسلسلات ما شاء الله لحد الفجر هيتخن. واحد مقعده بتوكله، بينما اللي خس بينزل يصلي بياكل قليل جدا جدا. سمع الكلام يا اخوانا. طب دي نظريه حسام موافي، مفيش مانع. لا بس هتزعل الناس الحقيقه. انا بقول هيزعلوا. مش دعوه، هو اللي هو ده رايه. انما من لكل قاعده شواز طبعا. في ناس ممكن تتخن وممكن تكون بتصلي وبتصوم بتصلي كويس. الناس تتخن او ما تتخنش، في كلمه ما حدش واخد باله منها، السعرات الحراريه اللي بياخدها. حضرتك انت دلوقتي عربيتك بتاخد 40 لتر، تقدر تحط فيها 50، تحطه فوق وحطهم فيه. الانسان بيعمل كده. بيحط 70 كمان. انت طاقتك 1500 سعر حراري، بتاخد 3000. طب هيروحوا فين غيري؟ هيتخزنوا على صورة ده. فهي القضية كل واحد يحسب، والله سهلة جدا جدا جدا. كل واحد يحسب لنفسه، أنا باخد كام سعر حراري يوميا؟ إن لقاه أرقام خيالية يمسك نفسه. لحتة كنافة 5 سنتي في 5 سنتي بمثلا 300 سعر حراري محسوبين من 1500. طب اذا قلتها يبقى تعمل حسابك في حاجه ثانيه. ما تاكلهاش حاجه ثانيه، يعني انت ده رجيم كويس ما بيمنعش عنك حاجه. كل اللي انت عايزه، كل اللي انت عايزه، بس بكميات محدده وحاجات تشيل حاجات. بس في قاعده تقول بالانس الدايت، يعني البروتينات لها نسبه والنشويات لها نسبه والدهون لها نسبه. النسبه دي بالفطره الناس بتعملها. لا ما هو البروتين دلوقتي بقى عندنا مشكلة غير البروتين النباتي بتاع الفول. البروتين التاني بقى فيه مشاكل كتير. لا والفول برضه يعني الفول الحمد لله غالي وكل حاجة، بس ماشي الحال، ماشي مقدور عليه. هي لو كل واحد يحسب لنفسه كم سعر حرارية هياخده، عمره ما يزيد جرام. بالظبط كده. وفي ناس فاكرة يا أستاذ محمود إن الرياضة هي السبيل، إن أكل اللي أنا عايزه وأعمل رياضة. متأسف. لما تشوف الرياضه بتنزل كام سعر حراري؟ ما بتنزل من طاقتك قد ايه؟ خالص. اللي عايز وزنه يقل نظام الاكل. الرياضه لها فوائد عظيمه جدا طبعا، بس مش من ضمنها انها تخسسك. مش من ضمن فوائدها انها تخسسك. لا لو بس حرارك يعني جبت واحد زود السعرات. لا لو جبت احسن لاعب كره في العالم محمد صلاح مثلا واديته ياكل، هم قال لهم ورقه بياكلوا بيها. طبعا طبعا طبعا. لو طلع بره الورقه يشربوا كل حاجه بالمقاس. لو طلع بره الورقه يتخن طبعا، مع انه بيلعب 3 ماتشات في الاسبوع وتدريب 3 مرات في الاسبوع، يعني ما فيش بعد كده. فالناس فاهمه ان انا هاكل اللي انا عايزه بدل ما بروح الجيم وبمشي. لا اسف. سعرات حراريه. طب بمناسبه ان احنا جبنا سيره البروتين النباتي والحيواني، يا ريتك تقول للناس ايه الفرق بين البروتين النباتي. برافو عليك. يعني الناس تقول لك كله بروتين. لا لا لا، فده نباتي وده حيواني. ده سؤال خطير. لا مش خطير ولا حاجه. سؤال خطير جدا والله. في حاجه اسمها احماض امينيه اساسيه. احماض امينيه اساسيه
دي اللي الجسم بيستغلها عشان يعمل بروتين عضلاتك وقلبك وكل. النبات ما فيهوش احماض امينيه اساسيه، في احماض امينيه هو بروتين بس ما فيهوش الاحماض الامينيه الاساسيه اللي تعمل العضلات، اللي تعمل كل حاجه في الجسم، والهرمونات والحاجات دي، هرمونات وانزيمات وكل حاجه. فحضرتك اللي في ناس اتولدوا مش محتاج احماض امينيه اساسيه، ما يسمى النباتي، بس ما فيش حد فينا يقدر يبقى نباتي، ده انت مولود كده. ان جسمك يقدر يحول احماض الامينيه الغير اساسيه الى اساسيه ده لوحده كده، دول ندره، دول ندره. الانسان الطبيعي ما يقدرش يبقى نباتي، مش اي حد يقدر يبقى نباتي. برافو عليك، يعني ده مولود نباتي. واذا حد قرر نتيجه الافكار اللي بتتقاله كده ان هو يبقى نباتي، وهو سنه كبر عند 40 50 مش محتاج قوي احماض امينيه اساسيه، فيقدر ياكل خضروات كتير وبروتينات قليله. انما نقص البروتين في الولاد الصغيرين او حتى في الكبار مؤذي جدا. بس حضرتك اشرت لان لما الواحد يكبر بيحتاج اقل طبعاً. عشان كده الدكاتره ينصحوا بعد الخمسين اهدى شويه، حته لحمه يعني حته فرخه ما تتمشي دلوقتي، يا دوبك حته لحمه تثبت لقيتها الحمد لله. اذا لقيتها يعني. فاذا جسم الطفل محتاج طبعا عشان ينمو، عايز البروتين الحيواني الاساسي، الاحماض امينيه اساسيه. دي موجوده في البروتينات الحيوانيه فقط، يعني البروتينات النباتيه على عيني وراسي. السمك واللحمه سمك ولحمه وفراخ وبط وكل الحاجات. النباتات فيها احماض امينيه غير اساسيه، انا محتاجها بس محتاج التانيه برضه. فلو جبت بس ما اقدرش اعيش مع دي لوحدها، هيبقى تعبان، ما اقدرش يعيش، لا هيبقى عنده مشاكل صحيه جسيمه. وبعدين حتى لو جبنا راجل كبير سنه 50 60 سنه ومنعناه من البروتينات بيتاذي. طبعا على فكره و70 لو اتمنع منها برضه لازم ورم. ياكل حاجه ولو بسيطه، ولو بسيطه. يعني انا دايما بنصح اللي هو يعني خايف قوي بيض البيض، بياض البيض، بياض البيض بروتين خفيف جدا، سهل الهضم جدا، شديد الامتصاص، ويعمل الاساسي ده، ويعمل الاساسي، يعمل الاساسي. يديك يعني البيضه الواحده، بياض بيض، لا ما هو خمسه سته. يعني لا ياكل بس بياض، ما بتكلمش على الصفار يعني. ماله الصفار بقى؟ اقول لهم برضه الصفار فيه كوليسترول، فبيبقى يعني ما ياكل الواحد منه كتير ومريض اساسا شريان تاجي جسمه بيكون كوليسترول، يبقى مفيش داعي ياكل بيضه في اليوم. لا ثلاثه، ثلاث بياض، بياض. انما لو بيضه واحده بس، ابيض على صفاء اصفر، ياخد على ازرق، مادام سليم. احنا بنتكلم على واحد ما فيهوش حاجه. طيب نرجع بقى مرجوعنا لرمضان اللي خسه واللي تخنه والراضي زعل قوي. نرجع بقى ازاي نتعامل ما بعد رمضان، الواحد ناس اتعودت تاكل. والله هو يعني الواحد لو يمشي على ما اقره الله سبحانه وتعالى عمره ما يتخن، بلاش عمره ما يعيا. والله العظيم معظم الامراض من سوء التغذيه. في ناس فاهمه كلمه سوء تغذيه يعني ما بياكلش، لا، سوء تغذيه اللي بياكل كتير. طبعا طبعا سوء تغذية. ما ده سوء التغذيه، احنا ما بنقولش الا ولا لو زيادة. مشينا لو عرفنا الانسان بيشبع ازاي ونظمنا حياتنا، احنا بنشبع بطريقتين ما لهمش تالت. تمام، انا هقول الطريقتين، تمام، وكل مشاهد يشوف نفسه فيهم يختار. يختار الطريقه اللي يشبع بيها، يختار الطريقه اللي يشبع بيها. من حقه انه يختار، لا تمام. مش من حقه بعد ما خلص بقى اوكي هيطلع مش لا يعني طريقه هو في الشبع طريقه يعني ممكن الواحد يتبعها. انا هقول له ازاي انت بتشبع وانت اختار. تمام، في مركز في المخ اسمه مركز الشبع، زي بالظبط مركز الجوع. والناس ما تقولش في دي غير سبحان الله. يعني حد فكر هو بيجوع ازاي؟ في اشاره، مركز مركز المخ يبتدي يجوع. انت حضرتك لما تمر قدام محل كباب وتشمه تبتدي تهضم، جهازك الهضمي يشتغل، بيتوتر على الريحه، بيتوتر وتبقى حالته صعبه قوي. ففي مركز جوع ومركز شبع. ناخد مركز الشبع، بيشتغل بعصب، عصب يروح له يقول له بس كفايه.
كفاية دي بطريقتين. الطريقة الأولى المعدة تكبر تكبر تكبر، أما توصل حجم معين العصب يشتغل تمام، هنا خلاص تمام ستوب هتفرقع بعد كده لو كلت. طب أنا عايز أسأل المشاهد سؤال، ده شبع ولا امتلاء؟ لتقاطع الامتلاء، ده امتلاء مش شبع، ده شعور امتلاء مش شبع، بس هو بيدي اذن بالشبع انه خلاص ما هو لو زود عن كده ما ربنا بيحمينا. صحيح، ودي نظريه تكميم بالظبط، لما صغر معدته اقل اكل هيدي العصب يقول له روح اشتغل شبع. ادي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه، انا هاكل واصبر شويه، يعني كلت وصبرت شويه لحد ما الاكل ينزل الامعاء، اما ينزل الامعاء ينبه العصب اللي بيقول له اشبع شبع شبع. حضرتك بتاكل جالك تليفون في نص الغدا والتليفون طول شويه تلت ساعه، ممكن ما تكملش خلاص لانك شبعت بالطريقه الثانيه اللي هي الاكل نزل في الامعاء، يبقى ده يستدعي الاكل فرصة. الاكل ببطء الاكل ببطء ولا الانصراف عن المائده شويه، يقوم جعان يعني حضرتك تقوم من على الاكل جعان، ادي نفسك تلت ساعه هتشبع. مش هو الهدف الشبع؟ هو لازم الشبع وانا على السفره ولا ممكن اقوم اصل الاكل على السفره او على الطبليه في اي حته، لو قمت خلاص ضاع منك الاكل. لا ما ضاعش. فهي دي الفكره، ان لازم هي معظم السمنه اللي احنا بنشوفها في حياتنا العمليه يعني وفي شغلنا بتبقى انسان شبع بالطريقه الاولى كويس. اللي شبع بالطريقه الاولى خد من 5 إلى 7 أمثال اللي هو محتاجه، لان هو ده شعور امتلاء وليس شعور شبع. تمام، ده ملل معدة، والامتلاء ده حاجه وحشه جدا جدا. حضرتك لما بنحط بالونه في معده واحد عشان نمنعه انه يشبع بالطريقه الاولى، مظبوط، انت بتحدد بقى كميه الاكل اللي تنزل. لا، بكبر له معدته ويقوم قال اكل نازل خلاص يبقى المعده كده. بتحدد الكميه. طب ليه اعمل كده؟ بص بقى، روعة الرسول عليه الصلاة والسلام، دي متعة متعة. لا أكل يبقى كتير كده والناس تقعد تاكل وتتبسط، عشان كده أنا هقول لك، لأن المتعة بتبقى محدودة شوية. أنا عندي يعني لا ما نقولش ليه بياكل كده، هو بيستمتع. أنا عندي 7 8 كتب أمراض بطن بذاكر فيهم عشان أبقى بني آدم. فعندنا دايما باب في الكتاب عن السمنة في كل كتاب. انت لسه بتذاكر؟ اه طبعا. طب كويس، دي معلومه برضو مهمه. لا لا طبعا بذاكر، عشان الدكتور ما يتوقفش او الانسان عموما ما يتوقفش ابدا عن المتابعه. هاشم مور الله يرحمه كان له كلمه جميله جدا، يقول لي يا حسام، كان انت عارف فاكره طبعا، طبعا هاشم مور ده علامه، يقول لي يا حسام ما فيش حاجه اسمها دكتور شاطر ودكتور وحش، كويس وحش. قلت له امال في ايه؟ قال لي دكتور ومش دكتور. تمام، مش فيش حاجه اسمها دكتور وحش، ده مش دكتور، ده مش دكتور. صحيح، تعبير حلو قوي. جميل جدا. فكان عندي كذا كتاب في باب عن السمنه، كل كتاب امراض بطنه. احنا مش اخصائيين تغذيه ولا سمنه، بس لازم اما يجي لي عين سكر لازم اكون مدرس. مفيش كتاب زي التاني، في قوانين وقواعده، في القواعد. تيجي تلاقي هنا يقول لك ياكل كذا الاول ثم كذا ثم كذا، مفيش كتاب في الثمانية زي التاني ما عدا البند رقم 1 اللي هو الكتاب ده. زي ده زي ده، شو بقى لما الانجليز يحط لك رقم 1 زي الامريكان زي الفرنسويين زي استراليا زي اي حد، رقم يبقى رقم 1 ده مهم جدا طبعا، اساسي. change the style of life، غير اسلوب حياتك كل شوية. لازم اللي عايز يخس بالظبط، اللي عايز يخس ما تبقاش الاكل، حضرتك بتقول الاكل متعة، لا ما يبقاش متعه. يعني بلاش القعده دي، في حاجه تانية. ده واجب. متعتي انا اروح الجيم، متعتي اتفسح، متعتي اتعبد، اي حاجه، بس مش الاكل. طول ما الانسان متعته هي الاكل مستحيل هيخس، ومستحيل بقولها وانا بحزق، مستحيل هيخس شهر شهرين ويرجع تاني. صحيح، لان هي دي هتبقى يعني متعته كده. فالقضيه كلها قضيه سعرات حراريه. حضرتك احسب وشوف بقى الرسول عليه الصلاه والسلام لما يقول لك نحن قوم لا ناكل حتى نجوع اذا كان لا نشبع. صحيح، طب ما حط القاعده. كان يعرف طريقتين للشبع، الطريقه الاولى ده احنا لسه عارفينها، بس حط القاعده السليمه لا نشبع، يعني حذاري انك تبقى قاعد وتشبع. بلاش
انت كل ما اتكلمت تاكل اقل. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك تحدثوا على الطعام ولو بسعر السلاح. يعني انا اشتريت السيف بخمسة جنيه يا راجل ده ضحك عليك. يوم ايه تقلل اكلك. كثير من الناس يا استاذ محمود ما يعرفش ان الهضم يبدا في الفم. الهضم يبدا في الفم عشان ما لازم يمضوا. الزلط الزلط ده الزلط ده غبي. انا بقول لعيان كده قال لي امال مين اللي اخترع الملوخيه بالرز دي هتتمدغ هتتزلط. قال لي كله زلط. فلو ما زلطناش وكلنا على مهلنا واتكلمنا وقمنا جعانين شويه. ما بقولكش قوم جعان انك ما اكلتش، قوم جعان خفيف كده قطعا وزنك مش هيزيد. طيب قطعا. طيب نتكلم بقى عن الزيادة في الوزن مع التعامل مع الضغط، وبعدين خلي السكر ده لوحده عشان السكر ده قضية. لا قضية كبيرة ده. هو الضغط حضرتك لو تعرف هتتخض ان تلت الشعب المصري عنده ضغط اكتر. لا خلينا التلت تالي اكتر. الله انا واحد بقول له التلت الشعب قال لي ايوه الظروف ومش عارف ايه. هو في تلت عنده ضغط وتلت بيجيله مننا الضغط. لا في واحد بيقول لي اصل الظروف والاسعار. قلت له فرنسا تلت الشعب عنده ضغط، امريكا تلت الناس عندها ضغط. دي نسبه عالميه. اعلى نسبه مرض في العالم هو الضغط، ارتفاع ضغط الضغط. طب نشرح بقى ليه. ليه بقى؟ اسباب عديده جدا 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 يعني. يعني حصرها في حلقه زي دي صعب جدا. طيب لكن يعني الضغط اللي ممكن انا هنصح النصيحه بقى اللي معدي على الصيدليه وقال اسري الضغط ولقى عالي وخد علاج. مش بس كده طبعا. والله حاول حضرتك البحث اللي قلته 20 مره في الاعلام اللي انا عملته وكنت خايف جدا وانا بعمله لان فكره البحث بتاعت واحد حشاش. مش دكتور. فكنت داخل اذن الاستاذ وانا مرعوب ان يقول لي مع السلامه ما تقعدش في القصر العين. انت يقول لي عايز تعمل ايه؟ بقوه كده دكتور عمنا بحسب الله رحمه الله عليه الا ربنا. طبعا. قال بقول له عايز اقيس الضغط للطلبه قبل واثناء وبعد الامتحان الشفوي. فبص كده قال لي عايز تدرس ايه؟ قلت له عايز ادرس تاثير الانفعال على الضغط. قال لي توكل على الله. اعجب الفكره. فتحت طاقات الدنيا قدامي بقى. قال لي توكل على الله. عملت 1000 طالب. بقيت اروح يوم للشفوي اقيس الضغط للطالب قبل الامتحان وهو بيمتحن اقيس له الضغط وبعد الامتحان. في طلبه اثناء الامتحان سجله 240 على 140 وكان 120 80 ورجع 120 80 وما حصلش يعني ما فيش حاجه. ما فيش حاجه خالص. الانفعال يعلي الضغط جدا. طب انا معدي على الاغذخانه وانا منفعل قيس لي الضغط 160 على 100 خد دواء ضغط. مين قال لك؟ بياخدوا تصور انهم بياخدوا. ما انا دي اللي بنبه عليها. ده يموت على فكره. دي خطيره جدا. لانه هياخدوا الضغط طبيعي. خطيره جدا ان واحد ياخد العلاج من قراءة واحدة. ده احنا عندنا في الطب وفي جميع الكتب وبقولها للبشوات اللي بيقيسوا الضغط وياخد قرار. حاجة اسمها وايت كوت هايبرتنشن. يعني ضغط البلط الابيض. في واحد لما يشوف الدكتور ضغطه يعلى. انا عندي كده. لما يشوف الدكتور عايز الضغط. مش في ناس ما تقدرش تخش المستشفى تزوره واحد. صحيح. لان ريحة المستشفى بتتعبه. لا انا ما كمان مش البلط الابيض. انا بس مجرد الدكتور. طب الحمد لله ان انا صديق من الدكتور. لا مفيش. لا فدي غلطه كبيره جدا جدا جدا. تقول لي طب نعمل ايه؟ قياس متكرر. انا فاكر رحت للدكتور محمد عطيه. افتكره اللي كان رحمه الله عليه اللي هو كان قدام الاذاعه القديمه. أيوة في الشريفين. ايوه في ميدان بابلوق. ايوه رحت له فقعد 3 اشهر يقيس لك الضغط. كل اسبوع اروح له مرتين يقيس الضغط هو بايده كده بحاجه وكان عيته شكلها قديم وكده. بعد 3 اشهر قال لا امشي ما عندكش ضغط. ما عندكش. الكلام ده طبعا من 3 سنين دلوقتي الطب حلها. يعني بس يعني 3 اشهر رايح جاي. الطب حل المشكله عشان العين يرتاح. عمل جهاز يتحط على الايد 24 ساعه. 3 ايام. يقيس لوحده. انا هقرا ال 180 قراءه اللي قاسهم خلال 3 ايام. اقول لك انت مريض ضغط ولا لا؟
طب كويس، ده تطور بقى. ده الهولتر مش محتاج بقى 3 اشهر رايح جاي. لا لا، ما هو دي حلوها بقى. هيقيسوا على مدى الثلاث ايام. ثلاث ايام بيقيس لوحده، وبعدين عندي القراءات كلها ابص فيها اقول له روح يا ابني انت ما عندكش ضغط. يقول لي بس انا في 3 قراءات عاليين. اقول له ايه يعني 3 قراءات؟ مش عايز في 3 ايام تنفعل 3 مرات. الانفعال بيعلي الضغط، دي معترف بيها. طيب ويرجع تاني. لكن احنا لا ننصح بالانفعال، لان تكرار في انفعالات بتبقى مش في ايد الواحد. انا افتكر احمد زكي الله يرحمه كان مره قاعد معايا وبقى لقيت حاجه بتعمل في ايه يا احمد؟ قال لي مركب جهاز ضغط. انا فاكر الهولتر ده كان مركبه فعلا. فالانفعال المتكرر احد اسباب ارتفاع الضغط. يعني انت يعني انفعال في انفعال انفعال يؤدي الى مرض. انا 5-6 سنين ما بقاش ضغط انفعالي، بتخانق كل يوم، بروح شغلي عشان اتخانق. تمام. ما انا بقيت بتخانق مدير بقى. لا مدير الحته بقى. فلازم لازم اثبت وجودي. هيجي لي ضغط. يعني في عندنا ضغطين، ضغط اولي وضغط ثانوي. اولي اللي احنا بنقول كدكاتره مالوش سبب. بما ان مالوش سبب يبقى له نظريات. احد نظرياته الانفعال المتكرر. يعني الطالب ممكن اللي يكون جاي لوحده كده، ما نعرفش سببه. ما نعرفش سببه. هو احد النظريات. تمام. يعني الطالب اللي ضغطه عالي اثناء الشفوي ده انسان طبيعي؟ يبقى لا، في حاجه. يبقى في حاجه. تكرار هذا يبقى مريض ضغط. تكرار هذا يخلي ضغطه يعلي. الضغط الثانوي بقى، الغده، كلى، شريان الاورطه، في مشكله، ده في سبب نعالجه يخلص. برافو عليك. نعالجه عليك. انا بده اتمنى كل عين ضغط جاي لي عنده سبب، يبقى في صلح السبب خلاص. في مشكله نحلها، الضغط راح. انما الاولي علاج مدى الحياه. طب هتعمل لنا حلقه عن السكر وبواقي الضغط؟ ممكن. قوي قوي. الف شكر دكتور حسام، شكرا جدا. الف شكر حضرتك، وكل سنه وانت طيب. الف صحه وسلامه.